أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله أنه رأى الله في المنام؟ وهل يمكن أن يرى الله في الدنيا في المنام؟ نعم، يذكر هذا، يذكر أن الإمام أحمد رأى الله في المنام، يذكر والله أعلم. الرؤية في المنام ممكنة لا شك، قد رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.